الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بين صحابته فابتسم، فقالوا له ما أضحكك يا رسول الله، إيه أنت بتضحك ليه؟ فقال رأيت ربي وقد أجلس بين يديه خصمان، فقال أحدهما يا ربي إن هذا ظلمني فخذ لي حقي منه. قال بماذا؟ أخذ حقك إزاي؟ قال أعطني من حسناته قدر ما أساءني، ليست له حسنات. أم قال له خذ من سيئاتي، قال له أوى يرضيك أن تكون لك سيئة؟ قال له إذن يا رب ماذا كيف أخطرت منك؟ قال انظر يمينك. فنظر الرجل إلى يمينه فوجد قصورا وبساتين وجنان وحاجة بقى من الله زي ما قال ما لا عين رأت. قال لمن هذه يا رب؟ قال لمن يدفع ثمنها؟ قال وما ثمنها يا رب؟ حلو أمس وما ثمنها يا رب؟ قال أن تأخذ بيد أخيك إلى الجنة. فعجبت من رب يصلح بين عباده. قد يصلح بينهم.